نعطيه الشيء هو المخرج. ما تفرقش معايا ان احمد كمان كان مدير مسؤول ولا الدكتور محمد عاطف اللي هو صاحب المخرج ده. لازم نبقى عارفين كده. ثم هذه الاموال كلها اموال الشعب. اموال المستحقين. مش اموالي بحيث ان انا اقدر اقول او لا. وبالتالي لابد ان احنا نبقى واضحين ونوضح ذلك حتى يمكن ان نستطيع ان نحقق الرقابه الكفر مع قله العدد المتاح من المفتشين. انا ما بشتكيش من موضوع المدينه لو زودنا وحطينا مفتش على كل مخرج وهناك مواطن هيسيب البطاقه جوه المخرج او في بيت صاحب المخرج او في كذا او كذا لن نستطيع ان نقوم بعملنا. هناك يجب ان يكون مشاركه حقيقيه مننا جميعا كمجتمع حتى نحافظ على كافه المنظومات الداعمه للفئات الاكثر تاثيرا ولا نقف مع اي بني ادم مخطئ ايا كان ظروفه او حقه بسبب هنا بنقلل وبأكد لكم وشفتوا معانا هناك حملات دائما مستمره سواء بالتعاون مع البحث الدولي وحمايه التعليم وكذلك الرقابه الداخليه عندنا او رقابه التمويل والاداره الداخليه فبنحسن واي شكوى بتيجي بنحترمها ونقوم بها. اللي ناقص ان احنا كلنا ومن اهمنا المواطن ان احنا نتعاون معا حتى يمكن وضع النقاط. في بعض المواطنين هم اللي بيبعتوا الشكاوى العيش ده مش كويس والوضع مش كويس وبتبقى 99% صح عشان الواحد. فالمشاركه وندفع هذه المشاركه حتى يمكن ان نتعاون جميعا. كان في موضوع اثرتوه بتاع تطوير المصانع وكذا وكذا مش شايف المقال بتاعه. احنا اتكلمنا على الخبز والنقطتين اللي كانوا بيصيروا في الفتره اللي فاتت واتكلمنا عن البطاقات التموينيه ومدى اهميه الاستمرار في التنقيه ثم اتكلمنا على الرقابه من مفهوم اوسع وهي اهميه المشاركه في الشغل. ثم ناتي لموضوع السلع التموينيه. وكان هناك تساؤلات كبيره جدا والمجتمع له حق في هذه التساؤلات. ماذا سوف نقوم في اداره التموين لمواجهه الموجه التضخميه العالميه التي نشهدها فيها؟ نحن جميعا لازم نتفق على حاجتين مهمين جدا. نمره واحد مصر جزء من العالم. والموضوع ليس ان الاكتفاء لازم من السلع او عدم الاكتفاء لازم من بعض الناس وبعض التقارير. نحن اول ما قلنا ان احنا بنتجاوز حوالي 95 97% من الزيت بتاعنا. هذا ليس عن بنزود الدم حتى يمكن ان يكون هناك استقرار. تم التوافق مع وزاره الزراعه هذا العام على زراعه 250,000 فدان من ما بين عباية الشمس وفول الصويا وتم التعاقد ما بين مصانعنا وبعض المزارعين للعمل في وده كله استهداف ان احنا نصل ل 10% من الزيت على ارضنا. ثم هنستفاد من ذلك. انما هل معنى لو انا بنتج كل حاجتي والسعر العالمي زاد مش هيزيد للفلاح؟ ما تردش عليا. طيب اذا الزياده التضخميه اللي موجوده هتحدث سواء كنا بنستورد او لا نستورد. دي نمره واحد. نمره اثنين حضراتكم جميعا تعوا اذا حصل تشوه سعر في السلع والسلع اصبح على اكثر من سعر تاكدوا ان نظام السوق هيحصل له لخبطه. نمرة اثنين هيظهر ما نسميه السوق السوداء والتعاملات الغير سليمة في السوق. وحضراتكم أوعى مني في إن ممكن تجار يسلموا على الورق وياخدوا الفلوس وبتاع
ونحسب فرق السعر وتبقى العمليه بنقعد ندور على السلعه فين. ونحن لسنا بمده طويله وفي الخريف الماضي القريب جدا كان هناك شفتوا ازمه السكر وعدم توفر السكر ووصل كيلو السكر ل 20 جنيه ومش موجود. اذا هناك وسائل اداره موضوعيه. نمره واحد يجب ان نعي الحقائق التي تدور حولنا. نمره اثنين نستوعب هذه الحقائق. نمره ثلاثه المشاركه والحوار لكيفيه استيعاب هذه الحقائق والتحرك بها على المستوى الوطني.